هنتكلم دلوقتي عن أداة اسمها الستيرينج ويل، وهي برضو أداة من ضمن أدوات النافيجيشن بار بستخدمها عشان أتحرك في الموديل بتاعي. هنفتح مثلا رؤية بلان أو الانتري ليفل في الموديل اللي احنا شغالين عليه ده، ونروح على علامة الستيرينج ويل اللي هي هتبقى عندي هنا التو دايمنشنال ويل الخاصة بالبلان، لأن كل بلان أو اليفيشن أو 3 دي فيو ليها ستيرينج ويل خاصة بيها. هي عبارة عن مجموعة أدوات بتبقى مع الماوس attached to the cursor أو ملحقة بالماوس بتتحرك معاه في أي مكان. في هنا عندي ثلاث أدوات في الـ 2 dimensional wheel اللي هي الزوم والريويند والبان. الزوم بمجرد ما تأكتفها تضغط عليها تحرك الماوس لفوق يعمل زوم ان، وتحركه لتحت يعمل زوم اوت. طيب احنا دلوقتي عملنا مشهدين، دلوقتي قربنا وبعدنا عن النموذج. الرؤيتين اللي ظهروا دول ممكن ان انا ارجع لهم من خلال الرويند دي تاني، تضغط عليها وتفضل ضغط بالماوس هيجيب لك اخر مشهدين انت اشتغلت عليهم اللي هما الزوم ان والزوم اوت. طيب عندي بعد كده البان، تضغط عليها وفي اي مكان في الدايره اللي هي ليها لون مختلف عن الرصاصي دي تضغط عليها ويحرك لك الموديل او الاليفيشن بتاعك او البلان بتاعك في اي مكان في الفيو اللي انت شغال عليه. طيب دلوقتي لو انتقلنا مثلا دي لل 3 دي فيو، هتلاحظ ان هنا هيتاكتف نوع تاني من الويل اللي هي الفول نافيجيشن ويل، وهي عباره عن ستيرنج ويل فيها كل الادوات الخاصه بالموديل. عندي أداة اللي هي الزوم والبان زي ما قلنا والرويند زي ما اتكلمنا عنهم. في مجموعة أدوات تانية، أول حاجة اللي هي الأوربت اللي هي الأورينتيشن بتاع المبنى، تضغط عليها وتفضل ضاغط وتحرك بالماوس هيتحرك حوالين الموديل في أي اتجاه أنت تحبه بمجرد ما تحرك الماوس. لاحظ إن الحركة دي اللي احنا قلنا عليها ممكن من الضغط على شيفت والبكرة بتاعت الماوس هيديك نفس الفانكشناليتي بتاعتها بالظبط. طيب عندي بعد كده في هنا زرار اسمه السنتر، ممكن اختار النقطة اللي انا بحرك الموديل حواليها، تفضل ضغط عليها لغاية ما يحدد لك النقطة الخضراء اللي حضراتكم شايفينها دي واسيبها مثلا في الجزء ده. دلوقتي لو انا عملت اوربت حوالين النقطة دي الموديل هيتحرك حوالين النقطة الثابتة اللي ظهر لنا في النص دي. بعد كده عندي حاجة تانية اللي هي الووك، كأنك بتتحرك جوه المنشأ، بس ده وضع ما بيشتغلش غير في حاجة اسمها perspective mode، وده هنتكلم عنه في وضع تاني ان شاء الله في فيديو تاني. عندي بعد كده في حاجة خاصية اسمها اللوك، كأنك واقف وبتتفرج على المنشأ من ناحية واحدة. تخيل نفسك بتحرك راسك دلوقتي، هتلاقي نفسك انك في نقطة ثابتة للمنشأ وانت بتبص على المنشأ في الاركان المختلفة الخاصة بيه. بعد كده الاب اند داون بيحكم لك في الرؤية من خلال بيحدد لك الزد اندكس بتاع الرؤية بتاع المشهد، بيحرك الموديل في مستوى رأسي او حوالين محور رأسي. عندي هنا مجموعة من الاوبشن التانية الخاصة بكل نوع من الستيرينج ويل بتظهر من خلال ان انا اضغط على الماوس او الزرار الصغير ده، ممكن ان انا اقفل من خلاله الويل، وممكن ان انا اقفلها من خلال الضغط على علامة اكس الموجودة دي. طيب نتكلم دلوقتي عن الاوبشنز الخاصة بيها. عندي هنا مجموعة تانية من الستيرنج ويلز الخاصة، منها الميني فيو اوبجكت ويل او الميني تور بيلدينج ويل والميني فول نافيجيشن ويل، ودي عبارة عن مجموعة برضو من الستيرنج ويلز بيبقى جواها نفس الادوات اللي احنا شغالين عليها دي او اقل منها، بتبقى في اشكال مختلفة. يعني مثلا الميني فول نافيجيشن ويل هي نفس الستيرنج اللي احنا شغالين عليها دلوقتي لكن بشكل اصغر عشان تبقى جنبها جنب الماوس بحجم اصغر. ممكن نكتبها مجرد ان انا اضغط عليها هتلاحظ ان شكلها اتغير، ومجرد ما تختار اي جزء من الشكل اللي هو الدايره المتقسمه اللي قدامك دي بتاكتف اداه معينه تقدر تحركها او تغيرها بالماوس، وبيظهر لك تول تيب بتقول لك ايه الاسم الخاص بيها. احنا دلوقتي هنروح على الفول نافيجيشن ويل تاني ونتكلم عن اوبشنز اكتر. هتلاحظ عندي هنا ممكن تستخدم البيزك ويلز تانية، او ممكن ان انا اروح على الجو هوم اللي هي نروح على الهوم فيو اللي احنا قلنا عليها. ممكن اضغط فيت ويندو بحيث ان يظهر لك الموديل في ملء الشاشة. عندي هنا في عدة اغراض او عدة اوبشنز خاصة بالليفل كاميرا اللي هو بتحدد منسوب الكاميرا اللي انت بتبص بيها على المنشأ، وممكن تتحكم في سرعة تزود سرعة الووك سبيد او الديكريزنج للووك سبيد وتقلل السرعة بتاعت الووك لما تيجي تشتغل على اداة الووك جوه المنشأ اللي احنا قلنا عليها في البرسبكتيف مود. عندي بعد كده ممكن ان انا انتقل منها اورينت على اي فيو موجوده من الفيوز اللي موجوده مثلا في اللي هو البروجكت براوزر زي ما قلنا قبل كده في الفيو كيوب فيديو. ممكن بعد كده ممكن اروح على الاوبشنز الخاص بيها، والجدول ده ممكن ان انا افتحه برضو نفس الموضوع من المين ابلكيشن منيو على الاوبشنز، وبعد كده بروح على الستيرنج ويل. ممكن انك تعدل اي من الاوبشنز الموجوده عندك دي باللي يناسبك. لو حصل اي تغيير وحبيت ترجع للوضع الافتراضي الخاص بيها هتضغط على ريستور ديفولت، هيرجع لك على الوضع الافتراضي الخاص بالستيرنج ويل بتاعتك.